كما وصل معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى مملكة البحرين اليوم وذلك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي وعدد من المسؤولين في الوزاره